لكن ده ما غريبة على عصام البشير، لأنه عصام البشير مدح البرعي. البرعي عمرو بن لحي السوداني مدح عصام البشير ده. شغله فقيه المالكي وابن حجر شارح صحيح البخاري وأمثال هؤلاء، وقد أفاض شيخنا البرعي في مصر المؤمنة بأهل الله، ذكر العلماء والمحدثين والفقهاء والعابدين والزاهدين ومن أهل الله من الرجال والنساء، مما يؤكد أن لهذا البلد تاريخا عظيما في حمل رسالة الإسلام في الأقطار. تاريخنا البرعي، تاريخنا البرعي. البرعي بيقول غير الله بيخلي، غير الله بيدي الجنة، علم والله بيخليك بيت ده بيقلب شنو ولد، وكالبنت بعد ما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. البرعي بيقول إنه ما في الشدائد مش بدل ما تنادي الله تنادي إسماعيل الولي، إنا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. وربنا يقول البنادي غيري وبدعو غيري قال منو الأضل منه. الشيخ ابن عثيمين قال ده الاستفهام الإنكاري أقوى في الإثبات من مجرد النفي. يعني لو ربنا قال لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله دي قوية بالنفي، لأنه ما في أحد أضل من الزول اللي بدعو غير الله. أضل زول اللي بدعو غير الله ده معنى لا كده. لكن العثيمين قال الأقوى منها ومن أضل، تعرفوا زول أضل ممن يدعو من دون الله. شوفوا الآية دي قوية كيف، ما في أحد في الكون ولا حتجد قال لك، لأنه تحداك منو ومن، منو أضل من الزول اللي بدعو غير الله ده يكون العلماء والعارفين وتاريخ السودان البرعي ده. إنا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. وربنا يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. زول يعلم الناس الشرك ويوصلهم مرحلة يتعلقوا به بمعاونة الجبهجية وناس علي عثمان محمد طه وغيرهم عاونوا ونفخوا في الإعلام السوداني، وصلوا السودانيين مرحلة إنه البرعي بقى إله في نظر كثير من الناس، يعلق في دكاكين الذهب. الله شفته بعيني في دكاكين الذهب. ده شنو يا تاجر؟ يقول لك ده بيجيب البركة وبيجيب الرزق. وأبو لهب كان يعتقد يقينا إنه اللي بيجيب الرزق الله، لأنه ده من الربوبية، من توحيد الربوبية. ناس وصلوا الناس المرحلة دي من الضلال، يعلقوا صور البرعي في الحفلات تحت المواصلات، يعتقدوا إنه صورته بتمنع الحفلة من الحادث أو تنقلب أو من الإيصال بتاع المرور صورة البرعي. ناس اللحمة أولاد منو كده للحوم والمشويات، تلقى الخروف والنعجة والبرعي في النص، يعتقدوا إنه صورة البرعي بتجيب الرزق للحمة وللشية وتجيب الزباين وتبارك في القروش واللحمة الموجودة. صورة البرعي صورته. ناس وصلونا المرحلة دي لليلة بنعالج ونكورك والدعاة كوركو ويدقوهم وين ويعوقوهم وين. أخونا ده كسروا يده في الحضور وداك وين، وقاعدين سجنوا بسبب معالجة لما أفسد البرعي بمعاونة الإخوان المسلمين عصام البشير وعلي عثمان محمد طه والجبهجية المعاون. لكن شوف قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الله نزع منهم وبننجيهم من نجاه مصر وبنخليهم باقيهم ده ذاته، باقيهم ده ذاته بنكمله. ايوه باذن الله تعالى.